القضية هذيك ثاني كاينه واحدة أخرى تاع بنت اسمها ياسمين، هذه كانت أنكس ديتوني هنايا وعايشة في باريس، اسمها ياسمين إيزابيل، هذيك ثاني عايشة في باريس ورفدت التصويرة تاعو في الألمان، لما رفدت التصويرة تاعو ولا يديفوندي عليها وكلش، بعد من طلعت لفرنسا بدا يعيط لها، بدا يبتز فيها، بدا شغل يدير لها في لي زارسيلمون سيكسيوال، شغل يعيط لها بلا كام، هي ما تحبش تريبوندي عليه منها، من بعد واش ولا يدير ولا يطاكي فيها في لي لايف. طفلة حتى دخلت السبيطار حبت دير طونطاتيف دي سويسيد، هبلت هبلها، يعني دائما عندها واحد لي كارت ديبرسيون، شغل يضغط للناس باش يا تمشي معايا نرحيك على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوه لك السمعة تاعك، ما تولي ما تسواش. حتى انا شخصيا استعمل معايا نفس لا ميثود، واش دار لي؟ ولا يعيط لي في الواتساب ويسبني، ولا يعيط لي في الواتساب ويسبني لما بديت نجبد عليه، بعد ما رحت عند معهد المحامي وكلش بدا يسب فيا في الواتساب، ولا يقول لي غاضاتك صورية، واش دخلني في فلانه ولا علانه ولا خاطيني سوق نتا، هذا دخلنيش فيه، وليت نقول له دخلنيش في سوق نتا، انا عندي امور راني قاعد نشتغل عليها، عندي بابراس، عندي ورق، عندي طبيب راني نروح نفوت عليه، مانيش قاعد، مانيش ريبوندي عليك، الله غالب، بصح ما تديليش بريسيون كيما هكا، ميم ولا حتى يبارطاجي عليا في الكونتا سفيان سفيان تاعو، ولا يكتب يقول احذر من احسنت اليه ومن ادخلته الى بيتك واكل طعامك. شكون اللي على باله بلي انا كنت نروح عند امير وكنت ناكل عنده فطار؟ شكون؟ كيفاش هذا سفيان سفيان يضرب خطر؟ ملي يعرف بلي هذا بن حليمه كان يروح عند امير وكان ياكل وكان يشربه، كي قلت له بانيكا، لا انا خاطيني هذا الكونت ماش تاعي، قلت له هذا السيد يضرب خطر المل، وين على باله؟ لقد مارس الارهابي امير بوخرس المدعو امير ديزاد على الحراكيين التابعين له عده اساليب لاقناعهم بانه شخصيه مهمه وذو مبادئ وذو مستوى تعليمي وانه يملك المعلومات، ولكنه في الحقيقه عكس ذلك، حياته كلها غدر وخيانه وابتزاز حتى مع اقرب الناس اليه. امير ديزاد ما عندوش مصادر، نعطيها لك انا رسمي. المعلومات اللي تجي مع اسماعيل زيطوط، المعلومات اللي استسقيها مثلا عديد من الارساليات اللي بارطاجاهم ماهمش تاعو، هذوك راه يلقاهم في لي جروب تاع الفيسبوك، هو داخل معاهم ديفو كونت، يجبد هذوك الارساليات، يدير عليهم اللوغو تاع امير ديزاد ويبدا يروح في اللايف، يجبد هذاك الفانوس تاعو زعما تاع كونكوا، انا نشوف في الغرفه المظلمه تدركوا على الاونتري تكون عندي، لازم تحت تكتبوا المرسل اليه امير ديزاد، يخدم دائما لا استراتيجي باش يخدم على لا بسيكولوجي تاع المشاهدين باش يشوف زعما يحسبوا حاجه كبيره. المصادر ما عندوش، قضيه تاع فاطمه الزهراء بوراس خطره اتاكاها، كي اتاكاها علاش اتاكاها؟ باسكو انا كنت مقصر انا وياه، قلت له يا امير، قلت له انا شاك في وحده، قلت له طلعت غير ديرنييرمون، قلت له قعدت 10 ايام قريبه من محمد عبد الله، قلت له هي اللي نظني شاك فيها، هي اللي كاش ما دارت له بيعات ولا باش هبطوه، راح دار عليها لايف وهضر عليها، نكون مريح انا وياها في القهوه، نكونوا نهضروا امور عموميه، امور عامه ديريكت، ما عندهاش معنى، يجبد التليفون تاعو واش نقعد نهضر، يمركي نقاط ومن بعد يخليهم عنده ويروح يدير بهم لايف. احيانا المقالات هذوك تاعو اللي يتكتبوا في الصفحه، في الصفحه تاعو الموثقه هذيك، المقالات اللي يتكتبوا زعما على الجيش ولا يتكتبوا على كاش وزير ولا ماهوش هو اللي يكتبهم، والله العظيم ما يفرق ما بين المعرفه والنكره، ما بين الكلمه لكن معرفه ولا نكره. نزيدك مثال، هاو اسماعيل زيطوط كي يسمع هذه يفهمها، لما دار الحوار مع الانديبندنت خلصوها باش داروا مع حوار، هو ما يفهمش الانجليزيه، اللي خدم معاه مترجم في ذيك الفتره خدم معاه اسماعيل زيطوط، كان الصحفي يطرح له سؤال، الجواب اللي كان يجاوبه فيه كان يجاوبه اسماعيل زيطوط، ما كانش يعطيه الجواب تاع امير. نهار اللي خرج المقال وقراه بدا يترجم له اسماعيل زيطوط بالانجليزيه للعربيه، شغل يقولوها واش كتبوا عليك، امير قال له انا ما هضرتش هذه الهضره، قال له اسماعيل زيطوط، قال له حي، قال له كنت تبعت واش كنت تقول انت، قال له كارثه، قالوا لي كاري، قالوا على الاقل، قالوا انا شغل عاونتك شويه في الاجابات. ثم شخص صح حقيقه بدون مستوى. لما كنت معاه في فرنسا كنت نتلاقاه دوريا، احيانا جوج خطرات في الاسبوع، ثلاث خطرات في الاسبوع كنت نتلاقاه، تروح عنده باسكو هو ساكن يدور غير في الحياة الراقيه والبلايص. سقسيته قلت له كيفاش لافير تاع ليكستراديسيون تاعك وكلش، فرحان
فرحان. قلت له واش بيك؟ قال لي الحمد لله، قال لي راهم مدين الدوسي تاعي لدي ماجيسترا اللي يكرهوا بوفوار الجزائريين. قال لي يعني ما فيهاش؟ قال لي غير ينساو باش يدوني. هنا تفهم باللي كاين ما في فرنسا هي اللي قاعده تبوسي فيه وهي اللي قاعده تعاون فيه. كي كنت نتلاقى بأمير ديزات كنا خطره رايحين لفال دوروب هذا مع المغرب، وكان في ذيك الفتره كان ابراهيم دواجي كان متداوش مع امير. ابراهيم دواجي هضر كلام صح على امير ديزات، هضر عليه كلام صح. ابراهيم دواجي تلاقى مع امير في لو بارك دو سامور، وكان معهم هذا رشيد بن عيسى تاع البينا. هضروا ما بيش واش هضروا بيناتهم باش زعما يصالحوا بيناتهم بين ابراهيم دواجي وبين امير باش يصالحوا بيناتهم. انا كي كنت رايح من لو بارك دو سامور رايح مع امير للفال دوروب، هو تواصل مع زيطوط قال له يا الحاج، قال له راني هضرت مع هذه في اواخر تاع نوفمبر ديسمبر ديبي ديسمبر هكا. ايه حسبوا شنو نفكر، ايه هكا ديسمبر والله ما نشاف لي دات اكزاكت. المهم كي ضرب معاه قال له خلاص، قال له جا عندي ابراهيم دواجي ورانا هضرنا على الامور وكيفاش نتصالحوا وكيفاش ما نزيدوش نهضروا على بعضانا وكذا 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 وكذا. قال له بصح شوف الحاج، قال له على وجهك، هذا الامير يقول، قال له الحاج شوف، قال له على وجهك، قال له اني صابر له، قال له قسما بالله، قال له كون يعاودها الخطره الجايه، قال له والله غير قدمت به شكوى للشرطه الفرنسيه، لانه امير على باله باللي ابراهيم دواجي عنده البصمه في اسبانيا، وكون يهود لاسبانيا يهبطوه تسمى ابراهيم دواجي دروك هكا راه في الريسك مادام راه عنده خلاف مع امير. امير قادر في اي لحظه يبلغ عليه الشرطه الفرنسيه ويهبطوه لاسبانيا، ومن اسبانيا يسيبروها في الجزائر. وهذا التهديد اللي مدو امير مدو العربي زيطوط، العربي زيطوط على باله باللي امير راح يقدم به شكوى على باله. علاش ما ينبهش ابراهيم دواجي وما باش يعس روحو منه؟ ماتش مبيوع كاع مهروده